هذه كانت سميتها باركي سمينه، ولكن ملي رمموها ولات سميتها الجامعه العربيه. لا لا ترونكيل ترونكيل، بالعكس نقيه وكاع لي بارات نقيين كلشي، وهذاك مزيان وصافي. حنا كنجيو لهنا كنترينيو، المتنفس الوحيد اللي عندنا هنا سدوا علينا لي صال، بقينا كنجيو لهنا كنترينيو صافي. هادشي اللي كان وي سي سا، هذا المتنفس الوحيد اللي عندنا هنا، من الاحسن يحلوا لي صال فهمتي، من الاحسن حيت هذا هو المتنفس الوحيد اللي كنجيو ليه كنترينيو وصافي. هادشي اللي كاين. ايوا شنو نقول لهم اخويا، خصهم يعرفوا السميه ديالها ويجيو يترينيو ويحلوا لنا لي صال حتى هما فهمتي. انا كاع لي صال خصهم يتحلوا، حيت ماشي شي متنفس اللي فهمتي لي 100% كيخليك تريني على راحتك ولا شي حاجه، ضروري كيخصك ترين في شي بلاصه اخرى فهمتي. انا اش باغي نقول لك، حديقه الجامعه العربيه من بارك دو لا ليغ عرب. واخا الا كنت غادي لشي بلاصه خصك تعرف فين غادي بعدا، مثلا بغيتي ماشي غادي لشي بلاصه وما عارفش انت فين جالس اصلا. دونك فوالا فو سونسيني شويه على البلايص اللي كنمشيو ليهم، وصافي بارتي دو لا كولتور وديال هذا باتريمون ديال المغرب، دونك فو سافوا. جات حسن لا فيغيتي وزوينه، مولا عندنا ان اسباس فيغ كنخرجوا عليه وداكشي. انا على حسب ما كنعرف في السنوات اللي فاش كان سميتها في الباركي سمينا، كنا كنجيو نلعبو فيها. المهم دابا وقلا ولات سميتها الجامعة العربية، على حسب ما على حسب العلم ديالي. نقدر نقول لك زعما متنفس زوين، حيت فيه بزاف د المرافق كما كتشوف، كاين كان تما فين تريني، كاين هنا اللعاب الدراري الصغار، هادي كاين بزاف د الحوايج بينهم وعاوتاني كطلات. شنو كتجي دير هنا؟ انا ما كنجي، مره كنجي نتريني، مره ملي كنلقى ما يدار باش كنجي كنضرب دور هنايا، كنشوف الطبيعه شويه.